أعزائي الطلبة، السلام عليكم. الآن المحاضرة رقم 15. عندنا هسه أيضا هم اندودونتكس. هاي المحاضرة عندنا differences between reamers and files. احنا حكينا لكم عن الريمر والفايل مواصفاتهم، وهسه جاي نسوي comparison بيناتهم. الريمر يكون more flexible than file، less flexible. هنا بالريمر عندنا less number of cutting flutes، هاي اللفات اللي موجودة بالريمر أو الحزوز يسموها flutes. زين هاني بالفايل أكو أكثر more cutting flutes، لذلك الفايل يكون بعملية ال preparation يكون more active، قوة القطع مالته أقوى. الريمر used mainly in reaming action. ريمينج اكشن هي ربع او نصف دورة هاند بول ريمر، مو دورات كاملة يظلي فور بي ترى سوينا بيرفوريشن. هاي الفايل يوز ميل ان فايلينج بوش بول، ندفع الفايل نحسه يعشق بالجدران مالها ونسحبه، فراح يبدي ياخذ من عته. عندنا الريمر less effective in filing action because less number of flutes. عندنا الريمر يكون اكيد لانه الفلوتس مالته اقل، الحافات القاطعه، فيكون less effective بالفايلينج. هنا بالفايل ما نستخدمه بالروتيشن، زين، لان كان بيوز الريمينج اكشن. كذلك نقدر نستخدم الفايل، لكن الريمر يكون بالريمينج افضل. انتوا احفظوها، الريمينج هي حركة دورانية ربع او نصف دورة وينسحب الريمر، الفايل لا، بوش بول. الكاتينج موشن از روتيشن اند ريتراكشن، روتيشن اند ريتراكشن. بالفايل ايش عندنا؟ بوش بول، البوش بدل الروتيشن، والبول هو ريتراكشن نفسه مال الريمر نسحبه. عندنا الكروس سكشن هنا مالت الريمر يكون تراينجولر، المقطع العرضي مالته يكون تراينجولر، بينما بالفايل يكون سكوير. فاذا سكوير اكيد المساحة مالته راح تكون اكبر من الريمر لانه تراينجولر، لانه السكوير نعرف انه باربع اسطح، بينما التراينجولر هنا هذا شكله يكون بثلاث اسطح. Round preparation shape هذا avoid بالفايل، يعني المقطع النهائي مالت البريبريشن مالت الريمر يكون راوند دائري، بينما مال الفايل يكون avoid تقريبا بيضوي. فهنا عندنا triangular cross section files show superior cutting and increased flexibility than the file or reamer with square blank. زين هاي مفهومة الترينجولر كروس سكشن فايل. زين عيني تكون شو superior cutting and increased flexibility. هاي تصمم طريقة بحيث انه الكت مالتها الكتنج يكون اعلى، وانكريزد flexibility لان المقطع اذا مثلث راح يكون more flexible than انه سكوير. زين، وهاي مقارنة بالفايل او الريمرز اللي sometimes اكو بعض الريمرز هو سكوير بلانك سكوير سكشن. عندنا الآلة الثالثة اللي نستخدمها بالاندو هي السبريدر. الحقيقة السبريدر هذا يستخدم لضغط الجوتا بيركن داخل الماستر كون اول مرة، الحجم الكون بالحجم اللي سوينا به البريبريشن، بعدين ندخل اكسسوري كونز ندفعها بهاي الالات. هذا طبعا هاندل سبريدر يسموه، زين، او سبريدر وذ هاندل. فشوف هاي احجام اكو، شوف هذا السبريدر شغله هنا، شوف هنا ضغط الجوتا بيركه، بعدين دخلنا اكسسوري كون نشوف هذا هنا
زين، وهم من داخله الى ان حتى شنو نتاكد انه الكاميرا فولد 3 دايمنشنالي. فالسبرادر هنا هو عباره عن متل انسترومنت يوز فور باكينج الروت كانال فيلينج ماتيريال، واكثر شيء هي اللي جوتا بيركه، والجوتا بيركه تكون شكلها رابري او كومبرسابل يعني. زين الحقيقه اكو مرات كانال السايز مالته 25 يجيبون السبرادر 60، هو 60 اصلا ما يدخل بالكانال 25. فالمفروض اكو ملائمة بين الأدوات اللي نستخدمها وبين نوع الحمل اللي عندنا. المهم هنا الحقيقة بيرز also finger spreader، هذا الفينجر spreader اللي يشبه الريمر بهاندل like the reamer. زين عيني، مو مثل ذيك الانسترومنت اللي از انا اذر دنتال انسترومنت بيها هاندل وبيها شافت وبيها وركينج. هنا عندنا شوفوا هذا الريمر يشبه الريمر لكنه بلانك املس يكون. زين عيني، واحجام ايضا 20 و25 و30، فاحنا المفروض نبدي بحجم صغير اصغر من حجم الكنار. الحقيقة هذا يستخدم بالاسنان الامامية والخلفية. هاي الانسترومنتس كان بي هاندلد اور ماشين دريفن، الحقيقة اما باليد تستخدم زين، او اكو ماشين دريفن ضمن قاعدة خاصة تنشد على الهاند بيس. هاند بيس خاصة طبعا، لان الهاند بيس فيها ثلاث حركات، هي احنا قلنا اكو روتيشنال واكو ريسبروك. زين عيني، و والحركة الثالثة اللي upside down. زين عيني، حركة المطرقة. طبعا هاند بيسات خاصة هي، مو هاي الهاند بيس نفسها اللي نستخدمها. وهاي الآلة المفروض should be properly sterilized دائما، لأن هم يسوي لنا تلوث. أهم شيء ترى sterilization بالعمل مالتنا، لانه انا اعتبرها في شيء مو انصاف انه مريض يجي حش سنه وينقف له مرض التهاب كبد فيروسي او ايدز او اي مرض اخر اللي هو بلاد ترانسميتد زين ديزيزز. زين عيني، فما يصير هاي يعني شغله ما مقبوله اطلاقا. البلاجر، البلاجر هو نفس فعل الكوندنسر، مدك يعني يكون هذا لونج اند بلانت فلات تب بليد انسترومنت. اذا نشوفها مثل السبرادر بس النهايه مالته بلانت عميه وتكون فلات عدله على مود تدفع الجوتا بيركه بالحراره، يعني من نقصها سوي لنا فيرتيكال كوندنسيشن تكنيك وسوي لنا بلاجنج اوف جوتا بيركه ات ذا ترمينيشن of all other obturation condensation technique. تنهينا الobturation technique. اكو عندنا two types of plugger، long handle type and finger type. هذا الفينجر تايب، وايضا اكو plugger ممكن ان يكون يشتغل على المشين، machine driven type. هسه نجي على الديفلوبمنت مالت الهاند انسترومنت، شلون تطورت الهاند انسترومنت ووصلنا الى نظام عالمي موحد بحيث الصين وبريطانيا وامريكا انجلترا ايطاليا الهند ايران تركيا تنتج بنفس القياسات والمواصفات كمادة. طبعا المواصفات تختلف، اكو مثلا دول تصنعها بمواصفات راقية جدا كمعدن وهذا يكون عمرها اطول وشغلها ادق، لكن الاساس هو انه كلها تشتغل عندنا. شوف هسه هذا الريمر 30، هاي الهاندل، هذا الشافت شافت مالته، وهذا الاكتف بارت يسموه، هذا شوفوا المحزز هو هذا اللي يشتغل. عندنا هاي الدي او دي زيرو، هاي النقطة صفر، قبل كانت اكو دي 1 ودي 2 ودي 3، هسه لا صارت دي او ودي 16. الدي 16 يعني شنو؟ المنطقة بعد
16 ملي من التب، واللي 16 ملي هو طول الاكتف بارت. هذا ستاندرد بالانسترومنت الريمر زين، والفايل والهيسترون فايل وكلهم، والفلكس فايل زين عيني، والار فلكس، كل انواع الفايلات والريمرات الاكتف بارت هو 16 ملم حتى بالانظمة الحديثة زين عيني يكون 16 ملم فقط. فعندنا دي 0 او دي او ودي 16 زين. لعدة سنوات الستارتنج كاتنج انسترومنتس هاف بين الريمر والكي تايب فايل اند هيسترون فايل، كان هو هذا المستخدم قبل. احنا بباكتنا اتذكر من كنا طلاب ماكو غير هنذني، اكو ريمر وفاير زين عيني وهيسترون فاير. الروت كانال بريبريشن انسترومنتس هاف بين مانيفاكتشرد تو اساس اند تايب ادفايزد باي انترناشونال ستاندردز اورجانيزيشن. هاي الريمرات صنعوها الاحجام مالتها والطول استنادا الى منظمة توحيد القياس الدولية اللي يسموها الايزو. الحقيقة هو اكو منظمات مال توحيد القياس ومال سيطرة نوعية موجودة، مثلا اكو السي اي زين عين مال اوروبا، اكو الاف دي اي الفود ودراج ادمنستريشن، هاي المنظمة الامريكية اللي ماكو اي جهاز او مادة تجاز في امريكا الا تاخذ موافقتها، او الاي دي اي نقابة أطباء الأسنان الأمريكية، أكو سي دي أم آي إي يسموه الكونسل أون ميديكال إكويبمنت زين عيني وماتيريالز أند إكويبمنت ديفايسز وماتيريال أند إكويبمنت، كل المستلزمات والأجهزة والهاي بنقابة أطباء الأسنان الأمريكية. أكو مجلس هو اللي يجيز وهم اللي يعطون مواصفات توحيد القياسية اللي يسموها standardization. هاي specification recommended are complex and differ according to the type of instrument. هذا standardization أو specification التوصيف يوصف. أول واحدة first manual and mechanical rotary files were formed from serrated piano واير. البيانو تعرفوها الآلة الموسيقية اكو مطارق داخله تطرق على اسلاك زين، ما الواير اسلاك تكون قوية جدا اللي عندها flat ground on its sides and twisted، تكون هاي flat ground زين عيني ما بيها اي حزوز يسوي لها twisting زين عيني to result in the shape of files سوين. هذا الواير مال البيانو البيانو العفو هذا يجروا يسوي له تويستنج ينعوج يصير لنا فاير زي الريزلت بنفس الشيب مالت الفاير اللي ذات ستيل يوز توداي اللي نستخدمها هسه احنا في ايامنا. الفايرز اول مره انتج هو والريمر طبعا باي شركه باي كير كومباني شركه امريكيه شركه كير، هاي من كبريات الشركات اللي تصنع مواد الأسنان وأعتقد قامت تصنع مواضيع ثانية. بالألف وتسعمية بدأت أنتجت هاي، فلذلك سموها كي تايب فايل وكي تايب ريمر استنادا إلى كير. عندنا الستاندرايزيشن هسه نجي التوحيد القياسي. الستاندرايزد انسترومنت تكون مانيفاكتشرد فروم، احفظوها هاي الاحجام عندنا من الستة الى احد 140 الريمرات والفايلز. اكو نمبر 6 نمبر 8 نمبر 10 بعدين 15 المتداول اكثر شيء من 15 to 140 من 15 ل 140. عندنا اكو سبيشال سايزز اللي هي 6 و 8 و 10. وهسه نجي على وظيفة كل مجموعة. النمبر مالت الانسترومنت اكسبريسز ذا انسترومنت دايمتر ات ذا تيب دي او اور دي 0 ان ذا هاندرنث اوف مليمتر. الحقيقه الحجي هذا الرقم منين جاي؟ مثلا سايز 140 منين جاي؟ نقسمه على 100 ايش قد يطلع؟ 1.4 مليم.
هذا معناته القطر مالت التب مالت الريمر اللي هو دي او ماشي من هذا اجى الرقم. مثلا عندنا انسترومنت سايز او نمبر 20 او سايز 20 الدايميتر مالتها اذ تب او دي او مالتها بدي او يكون 20 على 100 مقسمه يطلع 0.2 مليمتر 20 مليمتر سايز 20 القطر مالت التب مالت الدي او يكون 0.2 مليمتر. فهسه اذا الانسترومنت هاز ا نمبر which refers to the size of its tip استنادا الى رقم استنادا الى حجم التب النهايه مالت. هسه مثلا الريمر ابل سايز 30 زين راح يكون 0.3 مليمتر القطر مالت التب. السبعين ريمر مين الدي او مالت 0.7 مليمتر زين. اكو عندنا ديجري اوف تيبر الديجري اوف تيبر مال الكونفنشنال انسترومنتس يكون 0.02 مليمتر. شنو القصد بيها 0.2 مليمتر؟ معناته كل مليمتر يزيد القطر مال الآلة 0.02 هذا التيبرنج. لذلك تبدي الآلة مايلة بس ميلانها خفيف مو مثل ميلان الانسترومنتس الحديثة اللي هي انجن دريفن اللي 0.4 و0.6 التيبرنج مالتها. فهذا جاي نحكي على الكونفنشنال سيستم والأجزاء ستاندرايزيشن مالت الريمر والفاير العاديات. كل مليم يزيد القطر 0.02 إذن الدي 16 منطقة الدياميتر زين منطقة الدياميتر منطقة الدي 16 في نقطة 16 ملي مش قد يكون الدي او مالتنا مش قد القطر حسب الرقم زائدا 0.32 زائد 32 اضرب 16 في 0.02 يطلع 32. لذلك مثلا السايز مالت الريمر 50 ريمر التب مالته 0.5 مليمتر الدي 16 مالته يكون 0.82 مليمتر يكون 82 لان هاي درجة الديجري اوف تيبر. الديستنس بتوين دي او والدي 16 قلنا 16 مليمتر لكن التوتال لينث ديفر فروم ذا شورت ميديوم تو ذا حقيقه شورت وميديوم واكو لونج واكو اكسترا لونج. عندنا احنا نشوفه الريمر بي هاندل وبي شافت وبي الاكتف بارت. الاكتف بارت هذا ثابت 16 اكو ريمر عندنا طوله 21 اكو 25 مليم اكو 28 واكو الاكسترا لونج 31. فقبل 31 النقص من عنده 16 يطلع ايش قد 15 مليم طول الشافت. قبل 28 نقص من عنده 16 يطلع 12 مليم طول الشافت. قبل 25 نقص من عنده 16 يطلع الشافت مالت الريمر طول ايش قد 9 وال21 راح يصير طوله 5. الشافت هو المنطقة الرابطة بين الاكتف بارت والهاندل زين. هسه هنا الحقيقة هاي فتصورة توضيحية زين هذا الرقم 10 التب مالته اللي هو 0.01 مقسمة على 100 يطلع 0.1 العفو زين. ورا 4 مليم مش قد يصير نضرب 4 في 0.02 يطلع 18 نقسم على 100 يعني 0.18. نجي للدي 8 مليم هاي الدي يعني 8 مليم البعد هم نضربها في 2 تطلع 16 و10 26 على 100 هذا الدايمتر مالته الى ان وصولا الى حد 42 زين عيني. 42 هاي منين جايه نضرب 16 طول الشفت طول الاكتف بارت 16 في 0.02 يطلع لنا 0.32
زين، واحنا عندنا من هناك 10 راح يصير 0.42، هاي ال 42 تتقسم على 100 زين، وكلهن الريمرات كله نفس الشيء نفس النظام، هذا الانجن دريفن ريمر نفس التيبرنج ونفس النظام. زين عيني، لان بالارض زيد 8 زين. نجي للايزو ستاندرايزيشن مالت الكلر، عندنا الكلر احنا نبدي به قلنا اكو سبيشال سايزز اللي هو الستة والثمانية والعشرة. الستة يكون بينك وردي، الثمانية يكون جراي رصاصي محدني شكله، والعشرة يكون بيربل بنفسجي. هذان السبيشال سايزز زين. عندنا الاحجام الباقية هي نبدأ بالابيض 15، الاصفر 20، الاحمر 25، الازرق 30، الاخضر 35، والاسود 40. زين حيني، وراها نرجع بالاحجام الاخرى نفس السلسلة، الابيض 45 والاصفر 50، الاحمر 55 والازرق 60. لحد الستين توقف نظام الخمسة، انه نزيد خمسة خمسة درجات، صير 10 10، 70 اخضر والثمانين اسود. نرجع ايضا النواب 90 ابيض، الاصفر 100، الاحمر 110، الازرق 120، الاخضر 130، والاسود 140. فهي الاحجام الاوردينري سايزز مو سبيشال سايزز محصوره بين الحجم 15 الى 140، وذن الست الوان الستاندرايزد كلر كودد انسترومنتس هي هاي. هسه عندنا الايزو ستاندرديزيشن اوف اول انسترومنتس. بالنسبة للشارب كاتنج تيب، الحقيقة الايزو شنو تعني؟ انترناشنال ستاندرديزيشن اورجانيزيشن، منظمة توحيد القياسات العالمية. فهسه الانجل بتوين زين عيني، عندنا الانجل بتوين ذا انسترومنت تيب اند ذا لونج اكسس اوف ذا توث of the instrument shaft is standardized to be، انه الزاوية تكون 75 plus minus 15. هاي الزاوية اذا تلاحظوها هنا هذا القوس اللي اعلى على اليمين، نشوف الزاوية مع شكل التب مع الانسترومنت، يكون الزاوية تكون 75 ويا longitudinal axis of the tooth. زين عيني، هاي طبعا عندنا some advantages such as providing cutting efficiency. cutting efficiency يعني عملية القطع او الازالة مالت الدنتين او الدبري. زين، without excessively sharp transition of angle حتى، and facilitate penetration of the root canal. حقيقة هاي التب بهالقياسات هاي زين عيني، هاي بيها هاي المواصفات انه تقدر تدخل تدخل للكنال بسهولة. زين عيني، ومو اكسسيفلي شارب تكون حتى سوينا ترانسيشن مال انجل. زين، على الجانب الاخر زين، it has some disadvantages، ممكن تسوي لنا ledge formation in curved canals. بالcurved canals ممكن انه الانسترومنت ما تمتد ويا الكنال، راح يسوي لنا فد قطع بالcurvature، يسوي لنا ledge فد يعني مثل نقول درجة او حاز، سوي انه ممكن هذا يعطل شغلنا انه ما نقدر ندخل للكنال ونتوقف بيها. بعدين الاذر انسترومنت زين عيني، ممكن ان تجي هاي الليج انترفير وذ اتس انترانس انسايد ذا كنال، وحتى بالفلنج
بالاوبشريشن يعني بالجوتا بير كم ممكن ان تحط لنا دخوله هاي الليج. اعزائي هاي مال الستاندرايزيشن مال الايزو هو نظام عالمي يعني في كل دول العالم، والشركات المنتجه تلتزم به حتى يكون القياس موحد، حتى لا تصير اشكالات او سوء فهم وصعوبه بالتناقل المعلومات. فعندنا الكلر كود هسه مالتنا زين عيني، والنمبر مالت او الحجم مالت الريمر وراها الدي زيرو مليمتر، شقد القطر مالت الريمر زيرو لينث، ودي 16 بنهاية الاكتف بارت 16 مليمتر. احنا هسه بس اريد اوضح لكم نقطة حتى تكون واضحة لكم، احنا الريمر يتكون من ثلاثة اجزاء وراح اعيدها واظل اعيدها حتى واحد يهضمها ويفهمها. يتكون من الكاتينج بارت، هذا طوله 16 ملي مهما يكون الريمر قصير طويل، يكون الكاتينج بارت او الاكتف بارت اللي يبيه الفلوتس اللي تقوم تقطع بداخل الكنال زين عيني، يكون طولها 16 ملي. اكو المنطقة بين الاكتف بارت والهاندل شو اسمها، اسمها الشافت مالت الريمر او الانسترومنت، وبعدين تجينا الهاندل. الهاندل حجمها وطولها ثابت، الاكتف بارت ايضا طولها ثابت. هنا الاختلاف وين يصير؟ عندنا بالشافت، فعندنا اكو انسترومنت بطول 21 مليم، الريمرات هاي يعني جاي اقصد، لان اكو شغلات اكو بين اقل من ال 21 حتى 19 مليم غير انسترومنتس مثل الباربد بروتش وغيرها. فعندنا اكو ريمرات واحد، وايضا الفايل ايضا واذر، حتى الروتري انسترومنتس اكو عندنا طول 21 ملي، اكو طول 25، اكو طول 28، اكو طول 31 اطول شيء هذا. فمرات اكو اسنان الروت مالتها طويل مثل الكيناين، فنستخدم لابو ال 31 او 28، بس هو اكثر استخدامات هي ال 25، ال 21 مرات قصير. فهنا عندنا الاختلاف وين راح يصير بالشفت، يعني ابو ال 21 زين لينكث مالته، عندنا الاكتف بار 16 فالشفت مالته 5 ملي، هو الجزء الرابط بين الاكتف بارت او الكاتينج بارت والهاندل. نجي لابو ال 25 ننقص 25 ناقص 16 الاكتف بارت، يبقى الشفت طول ايش قد زين عيني، يبقى 9. نجي لابو ال 28 ننقصها من عندها 16، يبقى الشفت طوله 12. ال 31 ناقص من عندها 16، يعني الشفت 15 ملي. اذا التشينج باللينكث مالتنا زين على مود الانسترومنت تكون convenient with other work، انه نستخدم عدة اطوال. الطول الاختلاف هنا بالشفت، الاكتف بارت ثابت والهاندل ثابتة. نجي على هسه الستاندرايزيشن اللي موجود عندنا بالهاند انسترومنتس، قلنا الكلر كود والنيو نمبر او النمبر او السايز مالت الريمر او الفاير، عندنا الدي 0 مليمتر اللي هو القطر مال التب، والدي 16 اللي هو القطر مال نهاية الاكتف بارت. عندنا الالوان بينك جراي بيربل، هذول يكونون سبيشال سايزز. البينك حجمه 6 يعني التب مالته 0.06 مليمتر. الدي 16 يصير 0.38، وشرحناها شلون تصير، لان احنا عندنا هنا زين يعني التيبرنج مالتنا الستاندرايز سابقا كان 0.02، يعني كل مليمتر نمشي به بالاكتف بارت نصعد به يعني للخلف باتجاه الهاندل، القطر راح يزيد 0.02 مليمتر. فهسه نضرب 16 مليم في 0.02 راح يصير 0.32 الزيادة بالقطر مالت الاكتف بارت في نهايته، وعندنا احنا التيب 0.06 ايش راح يصير؟ نجمعهم راح يصير 0.38.
كذلك الجريد 8.08 يصير لنا 4.14. البيربل كذلك. نجي على الالوان اللي باقي مو سبيشال سايزز، عندنا الوايت يكون 15، اليلو 20، الريد 25، البلو 30، الجرين 35، البلاك 40. فعندنا هي هاي السلسله، يكون وايت يلو ريد بلو جرين بلاك. هاي السلسله ست الوان تعبر عن ست احجام. زين عيني. فعندنا هسه ناخذ مثلا حجم البلو، الرقم مالته اسمه 30، سايز 30. شنو معناه سايز 30؟ الدي زيرو مالته القطر 0.3 مليمتر، قلنا نقسمها على 100، 0.3 مليمتر. الدي 16 ايش قد مالته؟ قلنا 16 نضربها في 0.02 يصير 0.32. زين، نضيفه للبوينت 3 راح يطلع لنا 0.62. هذا البلو. فهسه واضح؟ راح نرجع انه بالالوان من جده وجديد، هاي السيريز اللي سته. زين عيني، راح تكون هي اللي عليها القياسات وفق الكلر كود. هنا لاحظوا اعزائي الطلبه، راح تبدا السلسله مالت الالوان، هم وايت يلو ريد بلو جرين وبلاك. فهنا الوايت 45، اليلو 50، الريد 55، البلو 60. هنا ورا البلو هاي ال 60 راح نبدا نزيد 10 10 بالاحجام، ولذلك الجرين يكون 70، البلاك 80. انتهت هاي السلسله، نبدا سلسله اخرى من الاحجام وفق الكلر كود ستاندرايزيشن او ستاندرايزيشن. زين عيني، راح يبدا بالوايت ايضا 90، واليلو 100، الريد 110، البلو 120، الجرين 130، البلاك 140. هذا الستاندرايزيشن مالتنا. زين عيني، في هاي بخصوص هذا السيستمز مالت الانسترومنت الانترا كانر انسترومنت.